يا صاحبي ياللي المرض هدك، مش عايز اشوف دموعك نازله على خدك. تمن الالم مغفره في الدنيا والاخره، بالعفو مين جدك؟ دي الشوكه لو شكتك تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين جدك؟ يا صاحبي ياللي المرض هدك. وكل مرض وله روشته. في برنامجنا روشته بنستعرض الكثير من الامراض، بنشعل مصابيح تنير الطريق للباحثين عن معلومات تهمهم في الدفاع عن أنفسهم ضد المرض أو في مجابهة المرض إذا حل المرض. في روشتة النهاردة الحقيقة معانا موضوعات كتيرة جدا 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 جدا. النهاردة هنتكلم عن السكر بأنواعه المختلفة، المسالك البولية تتأثر بالسكر ولا لأ، العين يتأثر بالسكر ولا لأ، القلب يتأثر بالسكر ولا لأ، كل حاجة تتأثر بالسكر ولا ما تتأثرش، وهنحاول الأسنان تتأثر بالسكر ولا لا. هنتكلم عن موضوعات كتير جدا النهاردة بإذن الله تعالى، وجبة دسمة من المعلومات المهمة سهلة الهضم. كمان هيشرفني في الاستوديو النهاردة حد من القلائل في مجاله، هو طبيب لكنه عرف يعني إيه سياحة علاجية، أصبح من المعدودين على أصابع اليد الواحدة في الوطن العربي في موضوع السياحة العلاجية، الأمر الذي حدا ببعض الكليات الأخرى رغم أنه خريج طب ويا يعني له دلو وأدلى بدلو في حاجات كتير، إلا أنه بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي تتعلق بالسياحة العلاجية بيستضاف كمشرف أو مناقش خارجي لهذه الرسائل. ضيفي النهاردة الدكتور عبد العاطي المناعي، استشاري المسالك البولية والذكورة والعقم، وأيضا خبير في السياحة العلاجية. دكتور عبد العاطي نورتني. شكرا ليك وللاستضافه يعني. ربنا يخليك. دكتور عبد العاطي، لما استعرضنا انا وحضرتك الدخل اللي بيدخل للسياحه العلاجيه في بلدنا، واللي ممكن السياحه العلاجيه دي تبقى فرخه بتبيض ذهب لاي وطن من الاوطان، مصر لديها كل المؤهلات والمتطلبات لتصعد عاليا بعيدا، تغرد بعيدا عن السرب في مجال السياحه العلاجيه وتدخل لمصر ارقام خياليه، ومع ذلك بلاد صغيرة الحجم ولكن ليس القدر طبعا، صغيرة الحجم زي تونس بيدخل لها من السياحة العلاجية الكثير، تركيا، دول كتيرة جدا مستفيدة من السياحة العلاجية. احنا فين على خريطة السياحة العلاجية؟ يمكن على خريطة السياحة الصحية بشكلها الأعم، ومنها العلاجية اللي هو الجزء المتعلق بالأمور الطبية زي الحوار اللي حضرتك بتديره النهاردة. احنا مش محققين عالميا لا في العشرة الأول على مستوى العالم ولا في العشرين دولة الأولى على مستوى العالم، لكن زي ما حضرتك تفضلت مصر لديها كل المقومات التي تؤهلها لقيادة وريادة العالم في السياحة الصحية بأنواعها المختلفة. تمام. اللي هي سواء كانت السياحة العلاجية الطبية من علاج المرضى داخل مصر اللي بيجوا من الخارج، أو السياحة الاستشفائية اللي هو جزء الآبار الكبريتية والمياه المالحة والرمال السوداء، وده الجزء المتعلق بسفاجة وسيوة وأسوان وسيناء والأماكن دي. ثم السياحة الصحية الميسرة اللي هو الجزء الثالث المتعلق باستضافة وعلاج ونقاهة المسنين وذوي الإعاقة. النوع الرابع والأخير اللي اسمه السياحة التدريبية، نحن بندرب كل الفرق مقدمي الخدمات في هذه الأنواع الأربعة، ثم أيضا نتطرق إلى تدريب أصدقائنا وشقائنا في الخارج. الأربعة دول موجودين، كليات موجودة، الخبراء موجودين في التخصصات المختلفة على مستوى الأربع برانشات اللي احنا وصفنا فيها. التاريخ يذكر بكل فخر فخامة وقامة المصريين القدماء في الطب، وإلى الآن طبعا توارثنا هذه الجينات عبر آلاف السنين ولا زلنا. أيضا المقاومات الموجودة سواء في المقاومات البيئية الموجودة في مصر كلها في أكثر من 14 محافظة ما فيها الأقصر، كنت يعني يدهشك ان توماس وعافية فيها عيون كبريتية، عينين كبريتين في الأقصر، ناس كتير ما تعرفش المعلومات دي عن بلدنا الجنوبية. صحيح صحيح. إضافة لذلك عندك المستشفيات الضخمة والفخمة والمجهزة بأعلى أنواع التجهيزات، سواء كانت مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القطاع الخاص أو مستشفيات التابعة للقوات المسلحة، كل المستشفيات مؤهلة بشكل كبير جدا، خبراء موجودين في أعتى التخصصات وأدقها، وأمثلة كتير جدا، دكتور مجدي يعقوب وغيره وغيره في التخصصات المختلفة. فتجد أن مصر المفروض تكون فيه نظرة اهتمام بهذه الصناعة التي لا أسميها مشروعا ولا فكرة ولا الكلام ده كله، اسمها صناعة السياحة الصحية. هذه الصناعة أعتقد أنه لو في بعض
الرتوش البسيطة من الممكن أن تدر دخلا يفوق دخل أي من المقدرات الموجودة في مصر. تمام. طيب الخطوات العملية للتنفيذ ده، يعني إذا الدولة يعني انتبهت إلى هذا، أو هي بالفعل في جهود ولكن ربما تكون متناثرة، مش منظومة واحدة، يعني نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي منين الحكاية؟ احنا كنا يمكن يعني في الفترات اللي فاتت درسنا ورسمنا ماب كبيرة لتطور صناعة السياحة الصحية، كان آخرها مناقشة قانون لتنظيم عمل السياحة الصحية في البرلمان وأنهيناه في 4/2019. أتمنى أن يجد هذا القانون الذي ينظم عمل كل من يستطيع أن يعمل في السياحة الصحية بأنواعها المختلفة، ووضع أسس وطرق لتنظيم هذا العمل. وكانت المادة الثانية من هذا القانون وهو إنشاء الهيئة القومية للسياحة الصحية، وهذه الهيئة القومية للسياحة الصحية لتقوم بإجازة ومراقبة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة ومعاقبة المقصرين. كلام ده لو تحط يعني في حيز التنفيذ، وهو بالفعل تم مناقشته عبر يمكن 6 شهور في البرلمان بمشاركة اللجان المختصة ومشاركة خبراء من وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة المجتمع المدني اللي هي وزارة الضمان الاجتماعي، كل ده تم بالفعل. لكن إلى هذه اللحظة يعني ما شفناش القانون وصل إلى حيز التنفيذ، بالرغم من أهميته الشديدة جدا في دفع بقوة لإنجاح منظومة السياحة الصحية التي تعمل في جزر منعزلة. يمكن التكتلات اللي المفروض تحصل في هذه الصناعة محتاجة توأمة ما بين القطاع السياحي والقطاع الصحي. بس كنت أقول لك التعاون لازم بين وزارة السياحة لأنها الزتونة اللي في الموضوع. بالضبط. فالاثنين الاثنين وحاجة دايما تشوف يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لكن دايما نكون بنفكر في أطر مختلفة. جزر منعزلة. منعزلة. يمكن النهاردة الحمد لله شهد توقيع بروتوكول ما بين شركتي، شركة ترافيكيل للخدمات الصحية والتدريب، وشركة حكيمة وشركة باش حكيم. أخد بالك، والحمد لله كان بتوفيق من ربنا إن احنا نجتمع احنا الثلاثة ونحط آلية لتنفيذ مشروع لتطوير خدماتنا احنا مع بعض، لأن احنا بنكمل بعض. وأدعو كل الأصدقاء إنه يتحالف كل من يريد مع من يريد لعمل يعني زي ما تقول كده تجميع لهذه الجزر المنعزلة، لأن الثلاثة لو كانوا 4 والأربعة لو كانوا 5 يعني بالتأكيد بالضبط بالتأكيد هيكون فيه يعني تميز في هذه الخدمات، خاصة ان احنا مش عايزين نقدم خدمات ولكن نقدم خدمات ذات جودة عالية. بالضبط. لان في منافسة، في منافسة، فبالتالي هو عايز يقارن بينك وبين باريس، عاوز يقارن بينك وبين الهند وبينك وبين تركيا والاردن وهكذا. الاردن، فاحنا ايه الموانع اللي يكون عندنا يعني الطفرة في احداث نجاحات متقدمة تسمح بجذب أعداد أكبر وأكبر وأكبر من اللي احنا بيوصلنا نتيجة العمل في جزر منعزلة. نعم. إلى أن يتم التحضير للأستاذ دكتور أحمد الخربطلي اللي هيقول لنا النهاردة مفاجأة كبيرة إن شاء الله، زبايلنا هيحاولوا يتواصلوا مع الأستاذ دكتور أحمد الخربطلي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة. عايز حضرتك تقول لي كيف يؤثر السكر على المسالك البولية وعلى الكلى وعلى الحالة الجنسية إلخ. والله طبعا يمكن ده من القاتل الصامت بأنواعه، والضار الصامت يمكن لو ما كانش حتى قاتل فهو بيضره ضرر شديد. ومن أهم الأجهزة اللي في الجسم بتتأثر العين زي ما حضرتك تفضلت، والجهاز البولي زي ما حضرتك تفضلت، ثم الجهاز التناسلي زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. يعني عروجا على فقط الجزئين المتعلقين بتخصصي اللي هو جزء المسالك وجزء الذكورة، فطبعا هناك تأثير شديد جدا على الكليتين قد يؤدي إلى الفشل الكلوي نتيجة زيادة السكر في الدم وعدم اكتشافه، لأن معظم الحالات بتكون متأخرة مهملة بتجينا بالمضاعفة. بالضبط، تيجي بالمضاعفات، فمن المضاعفات بتكتشف أنه عنده سكر. يمكن تحليل السكر كل الناس عندها أجهزة في البيت، اللي عنده أبوه أو عنده والدته، ما المانع أنك أنت حتى لو كنت 20 ولا 18 ولا 25 سنة أنك أنت تحلل مرة لنفسك وتشوف بالضبط أنت مستوى السكر عندك إيه. الإضافة لده أنا مش عايز الناس تعتمد، وحيك أستاذنا ويعني لديك المعلومة أكثر، إن مش بس تحليل السكر الصايم فاطر، إحنا دايما في مريض السكر HbA1c السكر التراكمي، لأن أنا بكون مؤهل نفسي وأنا رايح أعمل تحليل السكر، فمش آكل كويس، عايز أشوف حاجة تطمني وأطمن الدكتور سكري 130 و140 وهذه طمأنينة خادعة ليست حقيقية. بالتأكيد هو بيحاول يخدع نفسه، الطبيب الشاطر ما بيتخدعش طبعا لما يشوف بعض المظاهر التي تؤثر على الشكل العام للحالة، أو يشوف الكرياتينين عالي
عالي او الدنيا فيها ايه مثلا، بيقول من فضلك اعمل لي اتش بي اتش بي اي 1 سي اللي هو بيفقس العيان بشكل صح حقيقي صح ويطلع ما تم في خلال 90 يوم فاتوا. انا انصح هؤلاء المرضى ان احنا خلينا يعني واضحين مع نفسنا، لان احنا بنحافظ على صحتنا مش بنرسم الشو ان احنا اصحاء علشان شيء اخر. فبالتالي لو ده تم وده مع المتابعة الدقيقة مع الطبيب المتخصص، لأن السكر قد يهمل الناس ويظن أن الممارس العام أو الجي بي قد يكون يعني مفيد في الحالات اللي زي دي، تكون في الحالات البسيطة، لكن الحالات اللي حصلت لها مشاكل أو تأثرت بتأثير أو لديها أمراض أخرى مصاحبة زي الضغط أو ارتفاع الكوليسترول، من الضروري أن يكون هناك طبيبا متخصصا في هذا التخصص لمنع الإصابات أو منع المضاعفات التي قد تحدث. ده على مستوى الكليتين، وقلنا التأثر اللي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي. مش بالتأكيد الفشل يجي من مرة واحدة، لكنه بتبقى فيه مضاعفات تؤثر على كفاءة وظائف الكليتين قد تؤدي إلى الفشل الكلوي. ويمكن من أعلى المعدلات الموجودة، وأنا اشتغلت فترة من الزمن في وحدات الغسيل الكلوي في أحد المستشفيات، كان أعلى معدل يزيد عن 65% من توتال القادمين للغسيل الكلوي هم مرضى السكر. صحيح صحيح، ده الجزء الأول. نيجي للجزء الأصعب وهو الجهاز التناسلي. نجد أن كثير من المرضى قد فقط برضو يعني يذهبون إلى الطبيب المتخصص لمناظرة شكوى معينة، وهي ضعف الانتصاب أو انعدام الانتصاب. فإذا بدنا نكتشف أن عنده السكر عالي جدا أو عنده الضغط أو عنده الاثنين مع بعض أو عنده الاثنين زائد الكوليسترول العالي، بالتأكيد يمكن السكر من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الجنسي أو ما قبل الضعف الجنسي اللي هو الفطور، الفطور يعني وسرعة يعني القذف والكلام اللي بدك فيه ده، وقد يؤدي نهاية إلى العنة أو عدم الانتصاب الكامل. يبقى إذن هذا السكر الذي إذا كان هناك مراقبة طبية له، بالتأكيد الدكتور المتخصص عارف تأثيره على الكليتين فهيتابع، عارف تأثيره على العين فهيتابع، عارف تأثيره على مناطق التناسلية فهيتابع. وهذا الأمر يتعلق بالذكر وبالأنثى. يعني إحنا تكلمنا عن الذكر وقلنا إنه هو في قصة الانتصاب أو عدمه، نجد أن الأنثى الاستجابة السرية ليست بالقوة والقدرة مثل التي ليست لديها مرض يعني السكر. ضعف يعتبر يطلق على الاثنين، ممكن يضاف ايضا برضو احيانا يبقى في التهابات ودراينس جفاف المهبل والكلام ده كله، مما يؤدي الى التهابات متكرره والى صعوبه في الجماع والى اخره. وبالتالي احنا بنتكلم عن الثقافه الصحيه الاسريه، مهم جدا الانثى تكون عارفه كمان ان هناك تاثيرات سلبيه ومضاعفات سيئه من ارتفاع السكر بشكل واضح، فعليها ان تناظر الطبيب المتخصص وانها تلتزم، لأنه هو يمكن لكل أصدقائي المشاهدين هو الموضوع مش حابة تاخدها وخلاص. المتابعة في الطب وفي العلاقة بالنيتريشن التغذية، إن لازم يكون في استجابة للالتزام بما يقره الطبيب، لأن احنا دايما بنكون مسرفين وكل ممنوع مرغوب. نسأل الله السلامة لكل المشاهدين. طيب معايا دلوقتي الأستاذ الدكتور أحمد الخربطلي، وإحنا اتكلمنا الحقيقة وقلنا إنه بعض الشخصيات بتحقق طفرة في مجال معين، وزي ما كنا بنقول انه مصر تستحق ان تكون الاولى على خريطة السياحة العلاجية او السياحة الصحية كما يحلو لك ان تقول. معايا الاستاذ الدكتور احمد الخربطلي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصطفى محمود، واستاذ الانف والاذن والحنجرة البارع المحترم اللي نقل جمعية مصطفى محمود الحقيقة الى حتة تانية خالص وخلاها في مصاف في المستشفيات الكبيرة جدا. وانا برحب بيه اولا. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك دكتور حسين. الو الو يا فندم، مع حضرتك. الحمد لله على سلامتك ونورتنا في الحلقه دكتور احمد الخربطلي. اهلا بيك ويبارك في حضرتك واستاذ المشاهدين. بقول ان الدكتور احمد الخربطلي عمل نقله كبيره جدا في جمعيه مصطفى محمود، بقت متشافه والناس حاسه بالمجهود اللي بيتعمل فيها وبهذا الكيان والصرح الكبير جدا. واثبت الدكتور احمد الخربطلي الحقيقه بريادته لهذا المكان اللي كان مهمل لسنوات طويله قبل ان يعني تلمسه انامل هذا الجراح المحترم الدكتور احمد الخربطلي، لدرجه ان ناس كتيره جدا اتبرعت بالزكاة هذا العام لجمعيه مصطفى محمود ثقه في هذا الرجل الذي يجلس على هذا الكرسي. وده خلاني اعمل توامه او ادعوه الى توامه بين مشاهدي قناه الصحه والجمال وبين جمعيه مصطفى محمود، في انه الحالات غير القادره نحولها هناك، اللي تقدر تدفع نص اجر نحولها هناك وهكذا. دكتور احمد قول لي عملت ايه في جمعيه مصطفى محمود لتضع كل هذه الهاله من الضوء والاهتمام، وان الناس كلها حست انه في حاجه
بتحصل جوه جمعيه مصطفى محمود كلها خير وحب تفيض منها على من حولها. والله يا دكتور حسين انا اتشرف بكلامك الكبير والجميل ده اللي بتقوله عليا وعلى جمعيه مصطفى محمود. والحقيقه جمعيه مصطفى محمود مش جديده في خدمه مرضى المصريين وغير المصريين واللي موجودين على ارض مصر. احنا بقى لنا 40 او 45 سنه بنمارس العمل الطبي الخيري، وقد ازعم اننا الجمعيه الاولى والفريده من نوعها في هذا الموضوع من 40 سنه. احنا عندنا هيئه طبيه كبيره تكونت على مدى السنين الماضيه من مستشفيات ومراكز طبيه تقدم الخدمات لكل الامراض، ومش مرض واحد، مش سن واحد، لكل الامراض من اول الكشف العادي للتحاليل للاشعاعات لاشعاعات السونار يعني كل انواع الجراحات، كل حاجه موجوده عندنا. عندنا جراحات كبرى وجراحات صغرى وجراحات عيون وجراحات انف واذن وحنجره وطب اسره وكل شيء ممكن تتخيله. والحقيقه احنا دايما بنعمل من اجل مصر، لكن برضو المصريين بيعملوا من اجل الجمعيه. احنا بنعتمد على التبرعات، التبرعات اللي بتخلينا نقف على رجلينا ونقدر نساعد اكبر عدد ممكن من المرضى اللي يحبوا يتعالجوا عندنا. زي ما حضرتك عارف جمعيه مصطفى محمود موجوده في قلب المهندسين في ميدان مصطفى محمود، وهو الجامع المشهور باسمها، وهي البذره الاولى الموجوده، وهي موجوده اكبر واحدث موجود فيها اكبر واحدث جهاز اشعه رنين مغناطيسي واشعه مقطعيه، ويوجد بها برضه معمل من اكبر المعامل الموجوده في الوطن. برضه الجمعيه عندها مستشفى كبيره فيها 130 سرير وفيها رعايه مركزه حوالي 16 سرير ورعايه اطفال وقسم الجراحات وقسم الكلى الصناعيه وغيرها من الاقسام مع العيادات الخارجيه. بنقوم بكل الخدمات، بنقدم كل الامكانيات لينا بمساعده المتبرعين. احنا الفلوس اللي بناخدها من المتبرع بتصب مباشره في صوره المريض. الحقيقه احنا اسعارنا تعتبر اسعار رمزيه، ووجودها مجرد ان احنا بندفع الحاجات الاساسيه زي الميه والكهرباء والعماله الدائمه اللي موجوده في المستشفى، لكن باقي خدماتنا الطبيه قد تكون مجانيه الى حد كبير. ولكن الفكره مش حكايه الحاله المجانيه بس، لكن الجوده الطبيه. احنا عندنا مستوى عالي جدا من الاساتذه اعضاء هيئه التدريس واساتذه الجامعات، بل وزارات يعني بعض الوزراء من وزراء الصحه السابقين صح. انا اعرف كده لغايه دلوقتي بيشتغلوا في الجمعيه عندنا بيقدموا الخدمات ليها بالاسعار المجانيه او الاسعار البسيطه جدا. فعلا في اكتر من ثلاث وزراء صحة سابقين بالضبط بيشتغلوا في الجمعية برضو. ده حقيقة، ده حقيقة. طيب احنا ان شاء الله باذن الله هنكثف تعاوننا مع بعض استاذنا الدكتور احمد الخربطلي، وهيبقى المشاهدين اللي عندهم، لان انا الحقيقة يعني بيكلموني ناس كتيرة جدا مش بتقول انا مجانا عايز اعمل، بس مش قادرة اتحمل كل التكلفة. فهننتقي نوعية من دي وتبقى مع حضرتك. اي حالات تيجي من الصحه وجمال احنا تحت امرك ومع الدكتور حسين. ربنا اي حالات نساعدها مجاني ونص مجاني وربع مجاني، واحنا لان احنا بنشتغل بفلوس متبرعين دي مش فلوسنا، فلوس ناس محترمين بيقدموا الزكاه بتاعتهم من اجل المريض المصري العادي البسيط اللي قد لا تستطيع ان هو يروح مثلا مستشفى حكومه او مستشفى مجاني. احنا موجودين بنقدم الخدمه الخاصة جدا جدا بأسعار شبه مجانية. ربنا يخلي حضرتك، أنا سعيد والله جدا بهذه الطاقة الهائلة المحترمة والأيدي النظيفة. يعني فعلا الدكتور أحمد الخربطلي مش عشان معايا على الهوا، حد محترم جدا جدا، وأنا يعني الحقيقة مجموعة كتير من الأطباء لقيتهم بيتبرعوا ويخرجوا زكاتهم في مصطفى محمود ثقة في هذا الرجل المحترم الأستاذ دكتور أحمد الخربطلي. وحتى يعني الأستاذ دكتورة مها مسعد أستاذة النساء والولادة في القصر العيني وهي زوجة الدكتور الخربطلي ايضا برضو موجودة من يعني من الكوادر المحترمة اللي بيعملوا بدون اي مقابل فقط للخير ولمصلحة بلدنا. شكرا جدا استاذ دكتور احمد الخربطلي. اعزائي المشاهدين بكرر الدعوة تاني، كل الخدمات اللي قالها استاذنا الدكتور احمد الخربطلي متاحة لمشاهدي قناة الصحة والجمال. اكتر من حد اتصل منهم، اخت اتصلت علشان عملية تلقيح مجهري، انا هعاود الاتصال بيها بعد الحلقة وهنوديها ان شاء الله جامع مصطفى محمود. كل الحالات اللي قالت لي انا مش قادره هنوديها مصطفى محمود. كل الحالات اللي هتدفع جزء من الاجر بما فيه الاشعه المقطعيه، هم بيعملوا الاشعه المقطعيه باعلى جوده وبربع السعر او نص السعر
أو مجانا للحالات غير القادرة. فالحقيقة أنا سعيد بهذه التوأمة، وحتى يعني الأستاذ ولي عاطف عبد الرشيد المحترم كنت كلمته قبل الحلقة علشان نوثق هذه التوأمة، فرحب جدا. فإحنا إن شاء الله بإذن الله ماضونا في إن إحنا إيدين ممدودة ليكم بكل الحب وكل الخير، وكل حد بيبني طوبة في هذا الوطن هو معانا النهاردة وبيشرفنا زي الأستاذ دكتور عبد العاطي المناعي اللي بيقول بحلم لبلدي في السياحة العلاجية بكرسي بين الأوائل، ده حيدر دخل غير عادي، قد نخفو قليلا ولكننا لا ننام. بعد شوية هتكون معانا على الهاتف دكتورة جرمين في تأثير السكر على العين، لكن أرجع لضيفي العزيز تقول لي بقى يعني ايه اللي بيعمله دكتور المسالك البولية علشان يظبط الموضوع السكر. بس نرحب بدكتورة جرمين. دكتورة جرمين السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك دكتور حسين؟ ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. ربنا يخليك. استاذ الدكتورة جرمين، يعني كيف يؤثر السكر على العين في عجالة؟ السكر بيقلل الاكسجين الداخل لشبكية العين. تمام. وبالنتيجة دوت ان شبكية العين بتحاول تعوض القصة دي بانها بتعمل اوردة وشرايين غير طبيعية بشكل سريع. تمام. ولانها غير طبيعية فبتعمل نزيف، النزيف ده بيأثر على الافطار. تمام. يتابع كل قد ايه مريض السكر عند دكتور العيون؟ واهم اجراء هل هو فحص قاع العين فعلا ولا في اجراءات تانية ممكن تتعمل في الزيارة الواحدة؟ احنا في اول زياره خالص اول ما بكتشف مريض السكر لازم حضرتك تحولولي اشوف شكل قاع العين في البدايه خالص بتاعه المرض، لانها عمليه التغيرات السكريه اللي بتحصل في الشبكيه عمليه ليها علاقه بطول مده مرض السكر وارتفاعه وانخفاضه. المفروض بيعمل مقاس نظاره وبيقيس ضغط عين وبيعمل فحص قاع عين مره كل 6 شهور. تمام. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق استاذتنا الدكتوره جرمين المأمون دكتوراه في مجال تاثير السكر على العيون، عشان كده مرضى السكر يعني فعلا يقصدون هذا المكان اللي هو طبيب عيون يعمل الحاجات اللي قالها الدكتوره من قياس النظر. لدرجه عايز اقول معلومه مهمه قبل ما اقفل مع الدكتوره جرمين، احيانا بعض المرضى بيجوني والسكر مش متظبط فنظارتهم شايفين منها كويس، لو ظبطنا السكر ما يشوفوش منها. يعني لو بالظبط كده، يعني المفروض مريض السكر قبل ما يجي لي يعمل نظاره يكون سكره مظبوط. صح. لان برضو السكر بيأثر على بيخلي العدسه بتاعه العين تجمع ميه، لان هو بيأثر على انا مش عارفه اوزموليرتي يعني ايه بالعربي، معلش، الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي بتاع السائل اللي محيط بالعدسه. وبالتالي يعني انا ما اقدرش اعمل نظاره لمريض السكر وهو سكره اكتر من 200. يعني دكتورة جرمين المأمون مش هنقلق على مرضى السكر، وفي دكتورة محترمة اسمها دكتورة جرمين المأمون تخصصها أصلا تأثير السكر على العيون. متشكرين جدا على المداخلة. متشكرة جدا دكتورة. شكرا. أرجع تاني للأستاذ دكتور عبد العاطي، قول لي بقى بتعمل إيه مع حد جالك العيادة ضعف جنسي وهو مريض سكر؟ 1 2 3 1 2 3. طبعا السؤال التقليدي، هل عندك أمراض مزمنة؟ فممكن يجاوب عندي ضغط مثلا ويهمل السكر لأن هو ما يعرفش، أو العكس. فاحنا بالتاكيد بنعمل كل الانفستيجيشن سواء كان بالفحص السريري بنشوف الضغط وبعدين نحول العيان للمختبر لجزء المتعلق بالسكر. طيب نسمع عبير شكلها عايزه تكلمك. استاذه عبير السلام عليكم. وعليكم السلام. اي يا دكتور ازيك عامل ايه؟ ممكن اسالنا هو انا الاملاح اللي هي بتبقى في الجسم بتعمل ميه؟ الاملاح اللي فين؟ اللي في الجسم بتعمل ميه؟ املاح في الجفن بتعمل ميه؟ طيب ادي سؤال، ايه تاني؟ استحيله ياما مصطفى. نعم. من املاح وعندي ورم في وشي. طيب هو حضرتك في مشكله في الكلى الاول ولا حللت كلى؟ عشان معانا الاستاذ دكتور عبد العاطي المناعي استشاري وخبير في امراض الكلى. من عندي حصوات في الكلى. طيب حصوات في الكلى، في مشاكل في الكبد علشان نقص الزلال في الكبد يعمل تورم؟ لا انا كنت عامله حصوات قبل كده في المراره. حصوات في المراره، لكن الكبد مفيش تليف الحمد لله، مفيش الزلال كان منخفض ولا حاجه. لا عندي دهون على الكبد. دهون على الكبد. تمام، الف سلامه. متشكرين جدا. طيب نجاوب على الحته بتاعت امتى المتعلق بال
اللي هو الذكوره يعني. تمام. فبنعرف اذا كان عنده يعني عاده بنكتشف ان في فعلا سكر مهمل غير مكتشف في البدايه، وهو ده اللي ادى الى احد اهم الكومبليكيشنز او المضاعفات العنيفه جدا المتعلقه بالضعف الجنسي. في علاج دوائي على حسب المرحله اللي هو فيها، وفي عندنا بعض الفحوصات الاخرى التي تتعلق بضخ الدم الى القضيب. هل بيتم بصوره بسيطه وسلسه ولا في مشكله في حال حدوث، لان القضيب جيوب تمتلئ بالدم فيحدث الانتصاب. عشان برضه نفهم بالضبط، فاذا كانت المرحله اولى ولا ثانيه فممكن نبدا معها بالعلاج الدوائي، فاذا كانت المرحله متاخره قد نلجا لاجراء جراحات دعامة القضيب، ودي أصبحت سهلة جدا وفي متناول اليوم، يعني في يوم واحد يستطيع المريض يرجع بيته، وحتى أسعارها انخفضت عن ذي قبل بشكل. عايزين نعمل حلقة مع حضرتك عن الدعامات، لأنه أسئلة كتير جدا للسادة من السادة المشاهدين بتتكلم عن النقطة دي. لحد ما برضو يتواصل معنا الأستاذ دكتور هيثم سليمان غريب أستاذ أمراض القلب، أنا عايز حضرتك تجاوب على المتصلة الكريمة، هي قالت إنه في حصوات في الكلى. في حصوات في الكلى وفي أملاح، وده بالتأكيد ممكن يعمل مضاعفات على الكليتين بشكل واضح، ويعمل اللي هي سميته تورم في الجفون اللي هو الضفنس اللي ممكن يحصل بالصباح. تمام. ونرجئه إلى قصة احتمال يكون في ضعف في وظائف الكلى، فينصح بعمل وظائف الكلى الكريتين واليوريك أسيد، وعمل تحليل البول للتأكد إن مفيش الزلال اللي موجود في القصة. يقول حضرتك سألت برضو عن الكبد، ده سؤال مهم جدا، لكن فيما يتعلق في التخصص فهو المطلوب ان نعمل دول، ويفضل ايضا عمل سونار حديث على الكليتين. طبعا حضرتك لما سألت عن المريض اللي هو بيجي في المسالك عموما، بداية تحليل البول اللي الناس ممكن ما تحترمش، يعني مش حاسة ولو ان ده يعني قيمته ايه جدا، واهميته ان هو قد يكتشف عشرات الامراض من حتة تحليل البول صغير بسيط، لكن صحيح. مهم جدا، وانا بنصح السادة المشاهدين اعمل البول الصباحي، تعملش البول في المساء، لان الصباح البول الصباح هو اهم وادق، وخد العلبة من المعمل بالليل واعمل الصباح وديها المعمل خلال ساعة علشان نتأكد من أن كل الكومبوننت ومكونات تحليل البول موجودة بشكل كافي جدا. تمام. معايا على الهاتف الأستاذ دكتور هيثم سليمان غريب، ابن الأستاذ دكتور سليمان غريب، رائد جراحات القلب وطب القلب والعناية المركزة في القصر العيني، وابنه أيضا أستاذ دكتور في مجال القلب والقسطرة الأستاذ دكتور هيثم سليمان غريب، عشان يكلمنا النهاردة عن الجديد في موضوع القسطرة. وعشان نستكمل الصورة، احنا حكينا من شوية مع الأستاذ دكتور عبد العاطي المناهي عن تأثير السكر على الكلى، ومع الأستاذ الدكتورة جيرمين المأمون عن تأثير السكر على العين، وبعد شوية هيبقى معنا الأستاذ دكتور حسين الشرقاوي أستاذ طب الأسنان عشان يحكي لنا السكر على الأسنان، ومعنا دلوقتي الأستاذ دكتور هيثم سليمان غريب يحكي لنا عن موضوع القسطرة، ايه الأعراض اللي يحسها مريض القسطرة الأول تتطور الى انه ينطلب له قسطره من عدمه، وايه الجديد في هذا العلم اللي كان ضرب من الخيال انه حد يقدر يتدخل فيوسع شريان كان يقفل على المريض حياته ومش يعرف ياخد نفسه وتقل في مكان الصدر، الم، تنميل، حاجات كتيره جدا. انا برحب الاول بالاستاذ دكتور هيثم سليمان غريب، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله دكتور هيثم، اتفضل. الحمد لله يا فندم. هو حضرتك يعني لخصت الاعراض تقريبا احسن مني. انت استاذنا، انت استاذنا، ربنا يخليك يا فندم. بدل ما احنا بنتكلم على السكر وعلى امراض القلب او اعراض القلب، فانا عايز اقول لحضرتك ان السكر ليه مشاكل كبيره مع اعراض القلب. نعم. لان كل ما السكر يكون غير متحكم فيه كل ما اعراض القلب اللي احنا هنقولها دلوقتي هتقل. صح. وإحساس عشان الاحساس، هو ضرب الاحساس بالظبط. اتفضل. فالاعراض دي ممكن تكون الم في الصدر، والالم بيبقى اكتر في الناحيه الشمال، بس ممكن يجي في نص الصدر، وممكن يبقى الالم ده بيسمع في الكتف، كتف الايسر او الايمن، وممكن يسمع في الظهر، ممكن يسمع لحد الفكين اسفل الفك. صح. ممكن ما يبقاش الم خالص، ممكن يبقى نهجان وان النفس يبقى قليل، ممكن يبقى وجع زي الوجع بتاع الحموضه بتاع المعده. صح. طب ازاي نعرف اذا كان ده من الشرايين بتاعت القلب ولا لا؟ دايما المريض لازم يلاحظ، او الواحد لازم يلاحظ، هل الاعراض دي بتجيله مع المجهود او الانفعال ولا لا؟ لو هي بتجيله مع المجهود او الانفعال فده غالبا من القلب. لو هي بتجيله اكتر مع الاكل تبقى غالبا من المعده. ومفيش حاجه اسمها اصلا انا كبرت في السن
فبنهج من المجهود. لا، اللي بينهج من مجهود هو حسه قبل كده او كان بيعمله قبل كده، فده معناه ان عنده مشكله ولازم يهتم بيها. نعم. ساعتها اول حاجه يعملها ايه يا دكتور؟ ساعتها لازم يروح لطبيب، لازم يعمل رسم قلب، لازم يعمل فحوصات بحيث انه يتاكد ان الاعراض اللي بيحس بيها دي سواء كانت نهجان سواء كان وجع في الصدر دي مش من القلب او من القلب، فلازم يهتم. مفيش حاجه اسمها اصل انا تخنت شويه، اصل انا كبرت في السن فمجهودي بقى قليل، لا، لازم نهتم باي تغير في المجهود بتاعنا او اي تغير طارئ علينا. صح. عشان ما نفاجئش في يوم من الايام ان عندنا الم عنيف في الصدر، حاجه ما بتروحش وزي السكاكين، وتبقى ايه للاسف اعراض الجلطه القلبيه. نعم. طيب ايه الجديد في القسطره بقى؟ ده الموضوع اللي يمكن ماذا جرى في هذا التخصص الرائع الجديد الجميل يعني؟ والله بص حضرتك، القسطره دلوقتي بقت بتاخد من مجالات التدخل الجراحي اصوات كبيره جدا. الاول كان بيتعمل توسيع بس بالبالون للشريان، دلوقتي بقى الدعامات وتطور الدعامات الدوائيه بيخلي بنقدر نعالج شرايين كتيره جدا ما كناش بنعرف نعالجها قبل كده للقلب. بنعالج الشرايين الطرفيه بتاعت الاقدام، بنعالج الشرايين اللي بتغذي المخ، دلوقتي بنقفل العيوب الخلقيه زي ثقوب القلب او ضيق الشرايين الشريان الاورطي او ضيق الصمام الاورطي او ضيق الصمام الرئوي، كل ده بقينا بنعمله دلوقتي بالقسطره. نعم. الثقوب بتاعه القلب بقت بتتعمل بالقسطره حتى لحديث الولاده. صح. فالقسطره عماله تاخد مجالات اكبر بكتير وبقت اسهل بكتير. طبعا دور الجراحه لسه قائم وله ضوابط، لكن القسطره كل شويه بتتطور، بتتطور كمان في مجال اختلال ضربات القلب. بقينا بنعرف نعمل كي للبؤر اللي بتسبب اختلال عنيف في ضربات القلب. بتتطور في منظمات القلب نفسها. نعم. ودي بتخلي حتى كفاءه عضله القلب يبقى احسن. كل يوم في تطور جديد في علم القسطره. انا بشكرك يا استاذ دكتور هيثم سليمان غريب، ومع واحد انك تكون معانا في الاستوديو ان شاء الله باذن الله يا فندم. متشكر على المعلومات القيمه جدا اللي حضرتك اضفتها لنا في هذه الحلقه. الف شكر للاستاذ دكتور هيثم سليمان غريب، استاذ امراض القلب والقسطره بكليه الطب جامعه القاهره. ارجع تاني، يمكن هيبقى في اتصال بس صغير من الاستاذ دكتور حسين الشرقاوي عشان تاثير السكر على الاسنان. زمايلنا هيحاولوا قبل الحلقه كده يجيبوه. طيب معانا الحاج صابر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور حسين؟ الحمد لله يا حاج صابر، اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل. ازيك يا حضرتك، انا بحبك قوي والله، بنتابعك على طول. احبك الذي حببتنا فيه، وانا والله بحبكم جميعا. اتفضل يا حبيبي، اهلا وسهلا بحضرتك. طول عمرك وعارفين مكان اعزابك في الاوزر، وعارفين مكان في الهرم، وعارفين كل حاجه عنك، يعني احنا متابعينك. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا فندم والله. الله يخليك. انا بس عايز، كنت عايز اسال حضرتك على شويه حاجات كده. اتفضل. انا مريض صدر من مده، بقالي 5 سنين مريض صدر. نعم. فعندي نهجان على طول من اقل مجهود انا بنهج. ورحت عملت رسم قلب وعملت مقطعيه، قالوا لي احنا كورونا ما فيش علاج ليك دلوقتي. هو في الاول حساسيه صدر، حضرتك مريض حساسيه صدر او في تزييق كده مع النفس يزيد بالليل؟ النفس انا بمشي بالبخاخه على طول يا دكتور. بالبخاخه، يبقى احنا مرضى حساسيه صدر. انا ماشي النهجان اقل مجهود بنهج. طيب عموما انا حالات كتيره بشوفها مجانا، فانا بستاذنك تبقى تنورني ان شاء الله زي النهارده في المركز بتاعي اللي في ميدان الجيزه عماره النصر الدور الثامن. انا هشوفك مجانا باذن الله تعالى في عماره النصر ميدان الجيزه الدور الثامن، ومعاك الاشعه والتحاليل ان شاء الله. باذن الله هشوفك مجانا باذن الله، باذن الله تعالى. هنحاول نشوف حضرتك يوم الاربعاء ان شاء الله، يعني مش بكره، لا اللي وراه على طول. الف سلام على حضرتك. معايا الاستاذ دكتور حسين الشرقاوي. الاستاذ دكتور حسين الشرقاوي استاذ امراض الاسنان واستاذ بكليه طب جامعه القاهره وصاحب مدرسه الحقيقه في طب الاسنان. اهلا بيك الاستاذ دكتور حسين الشرقاوي. اهلا وسهلا دكتور حسين الشورى. ربنا يخلي حضرتك بصوتك الدافئ الجميل، وكتير ما يعرفوش ان حضرتك صاحب مدرسه في طب الاسنان ومدرسه في التاليف ايضا. انا دايما بقول ان انت نجيب محفوظ الا انك لا تريد.
الله يخليك الله يخليك. عايزين نعرف من حضرتك تأثير السكر على الأسنان. طبعا مرض السكر مرض مزمن، وهو من الأمراض اللي احنا بنسميها الصديق الغلس، يعني هو صديق الغلس ولازم تتعامل معاه على انه هو موجود دايما، ولازم يعني المريض اللي بيتعرض للسكر ان هو يفضل دايما ملتزم بالتعليمات علشان يقدر يتجنب المشاكل او المضاعفات اللي بتنتج عن مرض السكر بالذات. نعم. بالنسبة للأسنان طبعا مرض السكر مهم جدا، لانه بيأثر على اللثة وبيأثر على مدى تماسك الأسنان في العظم. نعم. لان مرض السكر عموما بيؤثر على يعني قدرة العظام على تكوين عظام جديدة او على الالتئام بعد الجروح. نعم. فبالنسبة للثة لازم المريض اللي عنده السكر يهتم اهتمام خاص بنظافة والعناية بتاعت اللثة، لان طبعا لو ساب الدنيا هيحصل تراكم للأكل ويؤدي الى تراكم البكتيريا، وبالتالي يؤدي الى التهابات تبدأ في اللثة وتنتقل للعظم وتنتهي بتخلخل العظم، تخلخل الأسنان في العظم، مما يؤدي الى في النهاية ضرورة خلعها. طب ايه نصيحتك لمريض السكر عشان ما نوصلش لده؟ مريض السكر اهم حاجة طبعا يظبط السكر، الغذاء المتوازن. تمام. بمعنى ان هو طبعا لازم يقلل من السكريات والنشويات. تمام. وياكل اكل متوازن، يعني يبقى فيه بروتين وفيه فيتامينز، يعني سلطة وخضروات وفواكه والمواد الخضراء، ويقلل من السكريات والنشويات. نعم. دي اول حاجة. نعم. تاني حاجة العناية المنتظمة بالأسنان. نعم. عن طريق بسيطة قوي، وهي الفرشة والمعجون، يعني انه يعمل بالفرشة والمعجون مرتين على الأقل في اليوم. تمام. وينظف ما بين الأسنان وحول يعني مكان التقاء اللثة بالأسنان. تمام. وطريقة التنظيف برضو مهمة جدا، لأن ناس كتير قوي متعرفش الحكاية ديت، ان لازم التنظيف يكون في اتجاه واحد، من اتجاه اللثة للأسنان، من تحت لفوق، من أسفل لأعلى، من تحت لفوق أو فوق لتحت في السنان اللي فوق. إنما في اتجاه واحد، إنك أنت بتنظف الأسنان وما ترجعش تاني. صح. ناحية اللثة. صح. العملية التنظيف دي لازم تتم على الأقل مرتين في اليوم. بعد الأكل يعني طبعا، وقبل النوم. وكمان مهم أوي استخدام المضمضات المختلفة. نعم. علشان نمنع وجود اي بكتيريا في البق، لان هي البكتيريا لما بتتواجد يبتدي التلوث، يبتدي الالتهابات، والالتهابات زي ما قلنا تنتقل من اللثة الى الاسنان. طيب انا عايز وعد من حضرتك، وعد تكون ضيفنا في الحلقات القادمة. اخد الوعد ده على الهوا وبعدين اختم مع حضرتك. وعد يسعدنا وشرفنا في اي وقت. يعني قناة الصحة وسكان دي يعني قناة قيمة جدا، وبتقدم معلومات مهمة للناس، وكل الناس بتحبها وبتتابعها. يعني ربنا يخليك. ان شاء الله انت ضيفنا على قناة صحة والجمال بتاعت مصر والسكان والدنيا كلها ان شاء الله بإذن الله. ده وعد، انا خدت وعد على الهواء، وهو وعد موثق اكتر من الكتابة، لان انا عارف دكتور حسين الشرقاوي والاستاذ دكتور احمد جميل الشرقاوي. على فكرة الاستاذ دكتور احمد جميل الشرقاوي اخوه من اكبر اساتذة الجراحة في مصر برضو، فهي عائلة محترمة جدا. انا متشكر جدا على مشاركتك. ربنا يخليك ووقتك الثمين، وفي انتظار حلقة علشان نشوف الجانب الآخر من حياة الدكتور حسين الشرقاوي أستاذ طب الأسنان، وهي الإبداع في مجال القصة، ولو قصص لو تحولت لأفلام أعتقد يعني تحمل الكثير من المضمون والكثير من القيم المضافة لأي تاريخ سابق في الفن. أنا متشكر جدا. طيب أنا هرجع لحضرتك تقول لي إزاي نحط مصر. أنا خليتك دلوقتي وزير صحة، وزير سياحة، اديني روشتة في عجالة علشان السياحة العلاجية أو الصحية كما يحلو لك أن تطلق وتعدل هذا الاسم، السياحة الصحية، تعمل إيه؟ لك كل الصلاحيات الآن. ماشي. هو حاجة الروشتة يمكن بدأت من قصة إعلان أو تأسيس الهيئة القومية للسياحة الصحية، اللي هي مخول لها متابعة ومراقبة ووضع الخطوط المهمة لكل من يريد أن يعمل في هذا المجال. تمام. لماذا؟ لنحافظ على جودة المنتج. حلو. يعني مثلا عندك مشكلة بتعاني منها كثير من الدول اللي بتيجي مصر، فتجد في
غصة في هذه الكلمة اللي أنا هقولها وهو التسعير. بحكي التسعير بتجده موجود في مصر بأشكال مختلفة جدا. كلامك عن القطاع الخاص طبعا. يعامل المصري برقم، في عامل السوداني برقم، في عامل السعودي برقم، في عامل الكويتي برقم. دي مشكلة. خد بالك ليه؟ لأنك أنت وأنت بتعامل هذه الأسعار ما عندكش يعني أمانة تقديم الخدمة بشكل كويس. لأن إحنا مش هنعتمد على الناشوناليتي، المفروض إحنا بنعتمد على الهيومانيتي، مش على الجنسية. الإنسانية مش الجنسية. بالضبط. المشكلة الأكبر من دي كانت وهو الخلط بين المسميات. فقديما كان يسمى السياحة العلاجية بما تشمل الخدمتين مع بعض، الجزء الطبي والجزء الاستشفائي. الفصل اللي تم الحمد لله يعني كل الناس أقرت به، وحتى يعني التسمية نفسها كانت في القانون السياحة الصحية، تنظيم السياحة الصحية. لأن لو أنت عارف الفرق بين الاثنين وأنت مقدم الخدمة، هتوظف دي للجزء الصحي والأطباء، وتوظف دي لجزء خاص تاني خالص وهو البيئة والإمكانيات الموجودة في مصر، سواء بالأنماط المختلفة، الرمال السوداء، المياه الكبريتية، المياه المالحة، الطمي إلى آخره. طيب، هل من الأفضل في اختصار القصة دي أنه يبقى في المستشفيات قسم مثلا للسياحة العلاجية عشان الدولة ما تقولش أنا لسه هحمل كيانات؟ بص يا فندم، ولا إيه رأيك؟ هو حقيقة من أيام العظيم أستاذنا الدكتور إسماعيل سلام، وكان معهد ناصر قبلة ولا زال طبعا. صحيح. لاستخدام المرضى للعلاج بالضبط، العرب والأفارقة تحديدا، حدوته. هناك مستشفيات أخرى، مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى الأقصر الدولي، مستشفيات كتير جدا على نفس المستوى. على فكرة الأقصر الدولي دلوقتي فيه الأستاذ دكتور محمد عبد الباسط العقبي، عامل جهود رائعة. يعني الدكتور محمد عبد الباسط العقبي مدير مستشفى الأقصر الدولي يعني تمام. معنا على الفضل. فهذه المستشفيات وهي تابعة لوزارة الصحة عندها إمكانيات كويسة وبتشتغل، وكانت بتشتغل. وبتكلم بقى على إنه روشتة مصر كلها، مش هسمي دي صحة وده قطاع خاص، لأن إحنا لازم ننظر كلنا مع بعض. القطاع الخاص شريك القطاع العام في إحداث هذه الطفرة المأمولة للنهوض بصناعة السياحة الصحية. لما فصلنا التسميات فأصبح إني أنا بأستقطب المريض للعلاج، وأستقطب المريض أو اللي جاي لمنتجع في الجزء الاستشفائي. ليه؟ عشان ما سموهوش مريض. نعم. يعني ممكن يكون مريض وممكن يكون أسرته. فأسرته تدخل الاستشفاء وتعمل المساج والسبا والرفلكسولوجي وكل الحاجات دي. تمام. كلها فيستخدمها. طب المريض يدخل في المستشفى وبعد ما يخلص زراعة المفصل بتاعه كمان يعد مرة أخرى. تمام. لهذا الكلام طبعا أأمل وأتمنى إن شاء الله قريبا قد تحدث يعني 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 مفاجأة كويسة جدا، أن هناك شركة متخصصة في أحد شركات الاستثمار السياحي، وأكون لهم كل التقدير والاحترام، جوهرة مرسى علم، بتعمل أول منتجع طبي متكامل بالتوصيفة الرباعية اللي ذكرتها لك دي. يعني بتعمل الجزء الطبي في الجزء الاستشفائي في مكان مميز جدا على ساحل البحر الأحمر، وبتعمل معاه السياحة الصحية الميسرة. تمام. التلاتة مع بعض في أول تكوين موجود في العالم المفروض بيكون في القصة دي كلها، ده اللي هو بتعمله هذه الشركة الآن في مرسى علم. احنا طبعا في مصر عندنا عشرات ومئات من القرى السياحية المنتشرة، سواء في ساحل البحر المتوسط أو الأحمر أو حتى الأماكن الأخرى، حتى في الواحات. الكلام ده كله فيه 1347 مكان من الأماكن الصالحة للاستشفاء. طيب البيئي. خلينا ناخد هذا الرقم، 1347 مكان. 1347 مكان في مصر عبارة عن لمب منورة بتقول أرجوكم استغلوني للسياحة العلاجية. أنا هاخد واحد من الدكتور عبد العاطي المناع الاستشفائية علشان نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة هذا الموضوع المهم لمصر، وبضم صوتي وصوته علشان قناة صحة وجمال قناة بتحب مصر وبتحب المصريين وبتحب العرب، بتحب بلدها وبتساهم في بناء طوبة في هذا البلد، وبتحب أفريقيا طبعا. لأنه الحقيقة أيام يمكن الرئيس مبارك أغفلنا أو غفلنا قليلا عن أفريقيا، لكن تظل أفريقيا هي الامتداد بتاعنا والأمل والاستثمار كله ان شاء الله، والمحبه هو في حب ان شاء الله. يمكن احنا من بعد نهايه عبد الناصر وكان ما له في افريقيا من قوه بيضاء جدا. طبعا جدا. ثم حصلت الانتكاسه، ثم بدا فخامه الرئيس السيسي يعيد. نعم. مره اخرى هذه مصر الى افريقيا او افريقيا الى مصر. اذا جاز التعبير مشكور لفخامة الرئيس وكل الطاقم الذي يعمل على عودة مصر إلى الحضن الإفريقي المرغوب جدا جدا. تمام، احنا بنضم صوتنا لصوت الدكتور عبد العاطي، وبقول انه قناة صحة والجمال قناة وطنية، قناة بتحب البلد دي، وان شاء الله بإذن الله تعالى كل جهد بيبني طوبة في هذا البلد احنا معاه واحنا خلفه واحنا وراه. واحنا هنختلف عن الآخرين قبل ما اختم في كلمات، ان انا هحاول اعمل ورقة مع الدكتور عبد العاطي ونقدمها لأعضاء مجلس الشعب
بحيث يفعل القانون اللي كنا قلنا عليه في 2014 19. لانه اي حاجه احنا مش مستفيدين كفرد، يعني انا كحسين شورى مش مستفيد، دكتور عبد العاطي مش مستفيد كفرد، لكن احنا بنقول انه ده خير جاي للبلد، طب ليه ما ندعموش؟ مش هيبقى كلام ومكلمه، لا احنا هنحول ده الواقع وهنعمل ورقه. وانا تربطنا علاقه باعضاء كتير مجلس الشعب، مش اقل مثلا من 100 واحد منهم بالامانه، فنقدر نرفع ده ونفعل ده، ونقدر نقول للمياه الراكده في مجال السياحه العلاجيه اللي هتجيب لمصر ملايين الدولارات، بجد ملايين الدولارات، اتحركي وسيري على بركه الله. كل جهد خير لهذا الوطن احنا خلفه ومعه وبعده. بفكركم بنقطه مضيئه حلوه كانت في الحلقه، وهو التوامه اللي تمت النهارده بين جمعيه مصطفى محمود برئاسه الاستاذ دكتور احمد الخربطلي وبين قناه الصحه والجمال، وكنت اتكلمت مع الاستاذ دكتور مع الاستاذ ولي عبد الرشيد في الموضوع ده، انه يبقى رسمي، يعني مشاهدي قناه الصحه والجمال اللي عايزين يعملوا تحاليل واشعه وعمليات جراحيه هيطلعوا بموجب جواب من هنا، ليهم كل الاحترام في جمعيه مصطفى محمود، هيبقى في مكان لاستقبالهم، وده وعد الاستاذ دكتور احمد الخربطلي بورقه مختومه من القناه. فكل اللي عنده مشكله طبيه ارجوكم يبعت لنا على القناه او على رقم الواتس، هنعرض بعد كده على طول الارقام اللي تتواصلوا معانا عليها علشان نشوف ازاي نقدر نبعت لكم هذه الورقه حتى بالواتس، بحيث يطبعها اي واحد فيكم، او في مستشفى مصطفى محمود يبقى في كود كده لمشاهدي قناه صحه وجمال انهم يعني يتلقوا هذه الخدمه الطبيه، وان شاء الله دي هتجد الطريق للتنفيذ على طول. خلص وقت الحلقه، لكن ما خلصش وعدنا ليكم بالاستمرار ان شاء الله، ومره بعد مره هنقدر نبني هذا البلد ان شاء الله ويصل الى كل ما نحلم وما تحلمون به وله لهذا الوطن. انا بشكر في ختام الحلقه الاستاذ الدكتور عبد العاطي المناهي، احد خبراء السياحه العلاجيه او الثقافيه كما يحلو له ان يقول، واستاذ استشاري المسالك البوليه والضعف الجنسي، هيكون لنا حلقات كثيرة حول هذا الموضوع، أنا بشكره. شكرا. أعزائي المشاهدين، يختمون حلقاتهم بكلمات وأختمها بابتسامة.